مشى تسجل لقى راسو في الديكاتور دابا عنده 10 فصيله. منين جات انه النمره باش تسجل ديال ولد ولا ديال شي واحد في الاقارب ديالو، هو ما عندوش بورطابل وفيها لا هورمون. دونك ان شاء الله في خير اللقاءات اللي غنديروا مثلا في انك انا لان تنقول هذه القضيه عجبتني هذه القضيه وغادي نتشقى في الدم هذا على راسي. دونك خصنا حنا كمؤطرين ولا كمناضلين نأطروا الناس. وفي اطار التنزيل ديال البرنامج الملكي للدعم الاجتماعي واجهنا عده صعوبات في هذه القضيه ديال التسجيل، لان المؤشر كيطلع 10 فصيله والمؤشر عنده 9 فصيله كدور 40 باش يستافدوا من الدعم الاجتماعي اللي خصو صاحب الجلاله. مثلا كنلقاو الاغلبيه ديال الناس ديال السكان ديال المنطقه ديال الداحو فهم كيمارسوا التربيه ديال المواشي او لبعض الفلاحه اللي هي معيشيه. مثلا ملي كنقولوا تربيه المواشي كتلقى مرا ولا ارمله ولا هذا كتلقى عندها شي بهيمات نعجه ولا جوج. لقيته ديال الجفاف، حنا في الجفاف من 96، دونك لقيته ديال الجفاف كتلقى كاين دعم اخر ديال خصوصا ديال الشعير. كتلقى ملي كتستفد هذه المراه كتسجل في قاعده البيانات ديال وزاره الفلاحه. ملي كتسجل في قاعده البيانات ديال وزاره الفلاحه مباشره ما كتستافدش من الدعم المباشر وكيطلع ليها المؤشر ل 10 فصيله. دونك هذه الاولى. الحاجه الثانيه الرقم باش كيتسجلوا الناس، كتلقى الاغلبيه ديال النساء اللي ارامل ولا مطلقات ولا ما عندهمش رقم هاتف، كيستعينوا بواحد من الافراد ديال العائله ديالهم بالرقم الهاتف. هذاك رقم الهاتف فين كيكون؟ تيكون عند هذاك الفرد من العائله، تيكون خاضع لابونمون مع شركه ديال الاتصال. دونك ملي تيبان الرقم بانه فيه لابونمون مباشرة عاوتاني كيطلع داك الانديكاتور داك المؤشر. هذه لا في القضية ديال المؤشر كطلع ولا في القضية حتى ديال التغطية الصحية ديال لامو، لأن لامو علاش؟ لامو كانوا داروا الناس اللي عندهم راميد مباشرة كيستافدوا من 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 لامو. كاين اللي كدعم اللي كتخلص عليه الدولة ما كيعطي والو، هذا مزيان ما عندناش فيه مشكل، ولكن فيه عندنا المشكل هو في هاد الناس اللي استافدوا من الشعير وهاد الناس اللي عندهم استعانوا برقم هاتف اخر من الفرد ديال العائله ديالو اللي فيه لابونمون. هادو ما كيستافدوش، خصو يخلص واحد 170 درهم تقريبا في الشهر، وهذا مشكل كبير راه باقي الان فيه بزاف ديال الناس وفيه بزاف ديال يعني بزاف ديال المشاكل غتخرج فيه. اليوم كان لنا هذا اللقاء، هذا لقاء مع الساكنه، لقاء مع الساكنه ديال القليعه لشرح البرنامج الملكي للدعم الاجتماعي للاسر من طبيعه الحال الفقيره والاسر اللي هي هشه. زدنا شروحات اكثر لان الناس كما كتعرفوا كاملين يتساءلون في مختلف الادارات، لذلك قلنا نقربوا هذا الموضوع هذا بزاف المواطنين، لذلك درنا هذا الاجتماع هذا على مستوى جامعه ديال القليعه في هذه القاعه هذه. واحد المجموعه ديال التساؤلات ديال المواطنين، من سيستفيد؟ من ليس له الحق يستفيد؟ المعدل شحال؟ واش 931 واش 974؟ كيختلف بين لامو وبين الدعم الاجتماعي. وكذلك الناس اللي عندهم لاسينيسيس والناس اللي ما عندهمش، وكذلك الناس اللي عندهم الوليدات، وكاين واحد الفئه اخرى اللي هي كثيره عند في القليعه هنا هي ديال الامهات العازبات، اللي سنجيب من طبيعه الحال على التساؤلات ديالهم كاملين في هذا اللقاء هذا اللي هو لقاء مثمر وشرحنا فيه المواطنين بشكل كبير جدا وفهموا الناس. ولنا مواعيد ان شاء الله بلقاءات اخرى، لان هذا برنامج ديال الحزب بديناه من لقاء مع الامين العام وغادي ننزلوه في مختلف الجامعات والمدن. بالنسبه للمؤشر شرحنا للاخوان بانه كاين واحد العتبه للاستفاده، اللي قل من العتبه راه كيستافد، اللي اكثر من العتبه راه كيستافد. واكدنا المجموعه من المتسائلين بانه خصهم يراجعوا الحاله ديالهم كيف ما طرحت في القاعه، بانه راه كاين ناس مثلا هي الاشتراك في التليفون ولا في كذا كان عنده اشتراك قديم وما بدلوش كيطلع له المؤشر، وبالتالي خص الناس يبحثوا يشوفوا شنو هما الاسباب اللي طلعت لهم المؤشر. وكاين كما قلت كاين في البوابه بلاصه ديال الشكايه ولا ديال التظلم الى اخره، كما قلت راه مرحله اوليه غادي يكونوا فيها هفوات الى اخره، ولكن حنا اليوم مسؤولين جميعا باش نرفعوا هذا التحدي وننزلوا تنزيل سليم ديال هذا المشروع ان شاء الله. اللقاء كان فرصه للتعريف بهذا البرنامج، تعريف المقتضيات اللي جا بها، الشروط ديال الاستفاده، الفئات المستهدفه اللي عندها الحق تستافد من هذا البرنامج. كان لقاء ناجح بامتياز، من خلاله القاعه تفاعلت مع
العرض ديالنا وتفاعلنا كذلك معهم من خلال المشاكل اللي كيتعرضوا لها في التسجيل ديال هذا السجل الاجتماعي الموحد. كان هناك تواصل مع الساكنة اليوم، كذلك حرصنا باش جميع الحضور اليوم يتواصلوا مع الساكنة في تنزيل ديال المقتضيات ديال هذا البرنامج، لانه هو في مرحله اوليه غادي يكونوا هفوات في التنزيل ديالو. وطالبنا من الجميع بانه التحدي والرهان هو انجاح هذا الورش الكبير اللي عنده واحد الاهميه بالغه ديال سيدنا الله ينصرو، وبالتالي حنا راه غادي نبقاو مواصلين معاهم خصوصا في هذه المرحله الاوليه ديال التنزيل ديال هذه المقتضيات، لانه غادي يبدا من هذا اخر ديال هذا الشهر ديال جنبي 2023. وحنا دائما غنبقاو راه هنا الاشاره ديال جميع الساكنه ديال عمله سكنيه ملول للتنزيل الجيد ديال هذا البرنامج ان شاء الله الرحمن الرحيم. ربي يوصل لي بداي 50 ديال الديوان تاعك 600 مازال ما عندي غير شويه. ياك باش تكتب تكتب باش اذا هنا خصنا نكونوا واضحين باش هاد هاد الشيء ندير باش يكون عندنا استهداف ويكون عندنا شفافيه واللي كيصلح شي حاجه ياخذها.